واحد تصل الصيف، حتى أصبحنا الآن تقريبا بتصل واحد اللي هو فصل الصيف. هذا النقص في الأمطار والشح تساقط الطارق أثرت على المردود للابيوت، على المردود اللي كان تعطي زراعة الكورونا، وخاصة أن نتكلم على ولاية عين مجد معروفة كما تفضل الأستاذ وتكلم على بإنتاج كورونا تحويل عنب التحويل في دو كيب. دونك هذه وحدة تطلب أمطار كثيرة، حنا دروك الأمطار تناقصت، الفلاح ما بداش كنقولوا حنا تكون عندها دخل من هذه الزراعة اللي كما قلت أنت لو كا كان منا من ولاية تمشن دروك على هذا لا رشاد ماسي طور. أولا قلنا بتغير المناخ اللي أصبح مناخ شبه جاف سمياري. ثانيا الشيء اللي أدى إلى هذه العملية هو لاجافونسي دو لاسوش دو فينيو، تقدم سن أشجار الكورونا، بمعنى انها كل ما تقدمت هذه الشجيره في السن لما انخفضت في اعطاء المردود، دونك بمعنى اصبحت ايضا تعيق كاهل الفلاح بعد ما كان يصرف عليها تطلبوا من المطربه دي سول حتى لا ريكورد كلفه مصاري كثيره، وفي المقابل ما كانش هذه واحده.